السلام عليكم. اليوم سبت 24 نوفمبر 2012، توا 8:15 متاع الليل. هذا ناجم متقاطع مع شارع في بورقيبة. هذا مواطن تبلانتا من قوة البلع، من قوة السكرة. لأني بعد ما نحس بدري رقد بعد ما قعد أكثر من ساعة مت بلانتي، وبعد ما رقد جيت مجموعة من المواطنين فيقوا شربوا شوية ماء. لهنا اصل الحكاية، من بعد ما فيقوه جماعة ومشيوا على رواحهم وخليوها فيق، معناها ثم مجموعة من المراهقين ثلاثة او كما تشوفوا فيهم قعدوا يقمروا فيه. ابارامون هذوما جماعة معناها فروق صغار، معناها يبدو نهار السبت تونس العاصمة ببحر ومدن الكاميرا، ويقمروا معناها ناس شاربين ويرميوا عليهم معناها يبراكيهم. تو هذايا نذكر في ناس متقاطع مع شارع بي بورقيبه، معناها نهار سبت و8 متاع الليل، 8:30 متاع الليل، مش معناها نص الليل ومش معناها 3 متاع الصباح. وبعث شارع بي بورقيبه، معناها مش في حي شعبي ولا منطقه نائيه. وزيد نذكر اليوم معناها حفل الاختتام تاع جي سي سي، ايام كارتاز السينمائيه، اللي هو معناها حفل عالمي، نجم نقول مناسبه عالميه. مانيش ننبروا على حكومه ولا داخليه، لكن نقوم بواجبي في اطار صحافه المواطن. يا سي علي العريض راك تشوف الامن مفقود في البلاد، ولا هذاك الشغل عندي ما نقول، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله. دونك توا ثم ثلاثة شباب مراهقين موجودين في باب حر قاعدين يخدموا ارواحهم وينشطوا، وغيرهم برشا مش وحدهم. في النهاية نحب أن نعود نسمعكم صرخة هذا المواطن المقهور وقت اللي الأولاد معناها يبراكيو فيه، كان سمعتوا الصرخة اللي صاح، معناها صرخة القهر. نحب نعاود نحطها لكم ثلاثة أو أربع مرات، وماذا بيا يسمعوها أعضاء المجلس التأسيسي والحكومة وسي علي العريض وكل الأحزاب المعارضة معناها دون استثناء، وكل الشعب التونسي. لعل هذه الصرخات تفايقنا شوية.